الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. نحن نبارك عودة العروض الصيفية ونبارك عودة العروض بعد كورونا، وإن شاء الله ربي يرفع الغم على تونس كاملة. طبعا العروض في القيروان كانت ناجحة، عرض الزيارة يحكي نجاح جماهيري، عارف اللي انت هو عرض يحكي عرض ناجح، وإن شاء الله بالتوفيق لكل ما يتعدى مزيان. الجمهور الهائل هذا اللي تشوفوا فيه الكل، بحضور الجمهور، بحضور الناس، بحضور الأمن زادة تبارك الله عليهم، معناتها واقفين وقفة باهية. إن شاء الله يتعدى عرض مزيان، بحضوركم أنتم زادة. We'll be right back.
طويلة الحقيقة في وقت الرتار اللي صار من العرض نسينا في الرتار نسينا في أي حاجة سورتو بعد الربتول اللي أبخي دو زوم معناها عرض زيارة ما فهميش الحقيقة ما خيب النشر اللي متاعنا سمي لجمي برافو ميل برافو اللي هو الليكيب اللي معاها أوني ساتيسفي الحقيقة سمي لجمي سمي لجمي يقعد ديما اسمه والعمل متاعه يمشي ويتطور وكل مش كل عام كل شهر تسمع حاجة جديدة وتلحين جديد قوة أداء قوة موسيقيين يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم ديما إنجاز تونسي بصفة عامة نقول إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام ومحيين بخير مهرجان المدينة في القيروان انطلق يوم 19 أفريل تواصل إلى غاية 30 أفريل كان محطة ثقافية مهمة جدا برمجة متنوعة جمعت بين السينما والموسيقى والمسرح تم تنظيمها في فضاءات مختلفة فضاءات ثقافية انفتحت على الساحات العامة وساحات الفنون واليوم نلتقي في حفل الاختتام في قاعة المغطاة اللي بعرض الزيارة حضور كبير كانت متابعة وكان عنده وقع ومثل وجهة ترفيهية استقطبت الشباب استقطبت العائلة استقطبت المبدعين كانت فرصة كذلك للقاء الفاعلين الثقافيين والأعمال الثقافية قدمت للجمهور ولمتابعيها مسابحة ثقافية إن شاء الله تكون نالت إعجاب المتابعين واللي تابعوا في الشارع الثقافي في مدينة القيروان إن شاء الله نكون موفقنا في إعداد وتنفيذ هذه البرمجة الثقافية الرمضانية نهني كل الأطراف اللي دخلت وسهرت على وأمنت نجاح هذه المهرجان كذلك تحية للإعلاميين والصحفيين اللي رافقونا منذ الندوة الصحفية وكانوا هما أول المطلعين على البرمجة هذه واليوم زاد حاضرين معنا في حفل الاختتام والله فعلا ابن ريد مهرجان نعبل على نفسه كما قلت من أول النهار اللي ريهان كيفاش كان فاش خرجوا العائلة القيروانية من دارها باش تمشي للفضاء الثقافي الحمد لله القيروان الكل بريسك موجودة في قاعة عزيز ميلاد اليوم كان عرض ممتاز برشا بشهادة شهادتكم انتوما كصحفيين وشهادة الجمهور الحمد لله رب العالمين هذه نقلة نوعية عنا مدة على مثل هكذا مهرجانات خاصة مهرجان المدينة وأهميته في القيروان إن شاء الله هذه تكون انطلاق ما نقولش هنا وصلنا وانتهينا وكهو صحيح وخدمنا لا 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 هذه البداية معها بصراحة عملتها هيكل إداري جديد روح جديدة متاع خدمة وإن شاء الله الموافقة نحب نزرع عقلية زادة التنظيم الجيد مازال شوية الجمهور يعاوننا شوية في التنظيم الأمن تاعك احنا تعبين الحماية المدنية الناس كل مسؤولي الكل تبقى الجمهور يلزم يتفاهم هاك الصعوبات هذيك كيف نتجاوزوها وكهو الحمد لله عندي أنا مهرجان نجح لوبجيكتيف تاعها وصلنا لأهدافنا وإن شاء الله الانطلاقة وإن شاء الله وإن شاء الله المستقبل أفضل الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة